لمزيد من التفاصيل في الملف اليمني ينضم إلينا من مأرب المحلل السياسي محمد الجماعي. مرحبا بك محمد. ما هي أبرز الأجندات التي سوف تتصدر جلسة النقاش في مجلس الأمن بشأن اليمن؟ بالنسبة للتقرير، هو سيكون تقرير شامل لكل الجوانب في اليمن على غرار التقارير السابقة التي رفعها الخبراء الدوليون في ما يخص اليمن، وهي لجنة مشكلة بهذا الخصوص. وأعتقد أن القضايا الاقتصادية هي وكذلك مدينة الحديدة ستتصدر القضايا الملحة في هذا اليوم، وهذه ربما في نظري هي أهم القضايا التي يعتقد المجتمع الدولي أنها باتت في الأولوية، في خاصة في ظل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي حتى ضد الخبراء والمراقبين الأمميين في مدينة الحديدة. هناك ما يمكن الحديث عنه في هذا الموضوع، لأن التقرير سيشمل عام كامل، وهذا من وجهة نظري يعني سيكون يعني فيه قضايا كثيرة جدا، من ضمنها تهريب الأسلحة وكذلك الانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين. ويعني هناك أعتقد قضايا وفرضيات افترضها الخبراء الأمميون، ثم بعد ذلك نزلوا لتحقيقها على الميدان من خلال لقاءاتهم المتعددة. واليوم سيكون للمبعوث الدولي الذي جاء إلى اليمن وزار الميليشيات في صنعاء وزار الرئيس الهادي، سيكون استكمالا لأيضا لجهوده التي يبذلها، وهي في نظري ما تزال حتى الآن لم تحقق شيئا على الأرض. نعم، برأيك كيف سيتم الأخذ بنتائج لجنة الخبراء وتوصياتهم حول الأزمة اليمنية؟ هل تتوقع أنها ستنعكس هذه النتائج على توصياتهم؟ في الحقيقة دائما ما نتابع التقارير الخبراء باهتمام بالغ، وهم يتطرقون إلى قضايا مهمة جدا، ويعني ربما نحن نجد أنهم يكتشفون أيضا معلومات مهمة وجيدة للغاية، لكن أيضا هناك تقصير في الالتقاء بكثير من الأطراف، من ضمنها أيضا الأطراف الحوثية. وهناك أيضا يعني أشياء تفرضها الحكومة اليمنية، تفرض على الحكومة اليمنية ألا تجيب عنها. وتقارير الخبراء كما يفترض بها أن تكون جادة وحصيفة وتبحث في الموضوع وتحقق وتضع اسم الجاني والمخطئ يعني والمتضرر، وتحدد كل واحد منهما على انفراد، لكنها دائما ما تعمم في الإجابات وفي القضايا وفي الأحكام، وتضع لها فرضيات في البداية تجمعها من وسائل الإعلام. هذا ما يعني على الأقل رأيي الشخصي في هذا الموضوع، تضع لها فرضيات في البداية ثم بعد ذلك تذهب للبحث عنها كتحقيق صحفي استقصائي ليس إلا، بالرغم من قوة المصادر التي تحصل عليها لكنها أيضا تخرج بأحكام عمومية، وبالتالي تنعكس هذه النتائج على نظرة المجتمع الدولي للأطراف في اليمن وخاصة الشرعية، وهي تحاول جاهدة أن تكون ملتزمة بكل القوانين والاتفاقيات الدولية، في ظل أن الوضع لدى الطرف الآخر يختلف تماما، وهي لجان الخبراء والمراقبين الدوليين في الحديدة تعرف جيدا من الذي ينتهك هذه الاتفاقات. نعم محمد، ماذا عن إدانة جرائم الحوثيين واستهداف رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة؟ عن هذا الموضوع أنا أتحدث الآن، يعني سيوضع هذا الموضوع يعني يفترض أن يكون الأمم المتحدة تسعى خلف قراراتها وتطبيقها، وكذلك تسعى خلف إسناد مبعوثيها ولجان المراقبة التابعة لها. ما نشهده اليوم هو انتهاك صارخ وتهديدات وعمل مباشر وغير مباشر ضد لجان المراقبة، بل وتصريحات كبيرة جدا في وسائل الإعلام التابعة لهم ضد الأمم المتحدة وضد مراقبيها. المراقبين الآن يتعرضون أيضا لأعمال مما يتعرض لها المدنيون في اليمن، ويفترض الآن أن تتوحد القضية وأن يصبح الهم واحد، وأن يشترك الجميع في إدانة هذه الميليشيات وإدانة أعمالها في اليمن، لأنها الآن
في هذا الوقت بالذات، وأتحدث عن الجانب الاقتصادي والأوضاع الإنسانية، هي تقوم بهذه الأعمال لمنع وصول المواد الإنسانية إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرتها. وبالتالي في الحديث عن أي مواضيع أخرى يعتبر في الهامش، لأن أقوات الناس وأرزاقهم الآن والإغاثة التي ستصل إليهم معرضة للنهب من قبل الميليشيات وللإيقاف بقوة السلاح، بالرغم من وجود المراقبين الأمميين. من مأرب المحلل السياسي محمد الجماعي، شكرا جزيلا لك.